مساء الخير. اليوم الخميس 28 الأول 2020 سحب جديد لليناصيب الوطني اللبناني بالإصدار العادي 33 مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان، وجائزة كبرى أسبوعية قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية بانتظار واحد منكم. مثل ما بتعرفوا وكنا أعلنا سابقا أنه كل أسبوعين عم بيكون في سحب واحد لليناصيب الوطني اللبناني بسبب الظروف يلي عم بيمر فيها البلد، ولكن الأسبوع القادم ما في سحب، اللي بعده ب 22 تشرين الأول رح يكون في سحب لليناصيب الوطني. رح أذكركم أنه هالسحوبات عم تكون دايما بإشراف مدير اليناصيب الأستاذ رضوان غانم يلي موجود معنا بالستوديو. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، أهلا فيك. شكرا لوجودك. قبل ما نعلن اسم الرابح ونسلمه الشيك مباشرة على الهواء، رح نقوم بدورة تجريبية على الدواليب مع الصبايا من بيت اليتيم الدرزي بعبي لنتأكد من سلامة دورانا. الليلة رح بارك أنا وياكم لمصطفى سميح حاج رابح الجائزة الكبرى بالإصدار العادي 32 تاريخ 24/9/2020. موجود معنا باستوديو مصطفى، رح نبارك سوا أنا وياكم لإله. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. هلا. ألف مبروك لإلك. ميرسي كثير، الله يبارك فيك. في عزبك نشيل الماسك لو سمحت. نشيل الماسك؟ إيه تنسمعك. في مسافة أوريدي بيني وبينك، ما تخاف. مش الحال هلا. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. من وين جاية؟ من الجنوب. يا هلا. يعني أنت ابن الجنوب وساكن ببيروت ولا جاي هلا من الجنوب؟ لا، ابن جنوب وساكن ببيروت. نعم. تشتغل؟ الناس بشتغل بأوبر تاكسي. نعم. وهيك شاب صغير بعمرك عم تشتغل أوبر، ليش؟ ليش؟ لأن هذا الوضع تبعونا هيك بلبنان. يعني أنا هالسنة هلا تخرجت كمبيوتر ساينس. نعم. وما في شغل، اضطر تشتغل شو مكان. بعرف. أنا قصدت عم بسأل هذا السؤال لأنه بعرف حالك حال كثير من الشباب اللبنانية للأسف ما عم بيقدروا يلاقوا شغل بهالبلد، يعني كتار عم بيتخرجوا، كتار ما عندهم فرصة إيجاد العمل، سوق العمل اللبناني غير متوفر لهالشباب تحديدا، البطالة هي سيدة المواقف. إن شاء الله يعني قريبا تنحل الأزمة، ويمكن اليوم اللي نصيب هيك فتح لك تغير هيك باب صغير لحتى تقدر تغير بحياتك. رح أدعي الأستاذ رضوان غانم يتفضل حتى يسلمك الشاك مباشرة على الهواء. تفضل أستاذ. مبروك. هلا. الله يبارك فيك. مبروك. هذا الشاك. ميرسي. مبروك لك. يا هلا. ألف مبروك لك يا مصطفى سميح حاج. يا ريت نفرج الشاك مباشرة على الشاشة اللي عم بيتابعونا. الجائزة مثل ما بتعرفوا قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية، الجائزة الكبرى الأسبوعية. شو بتقول كلمة لكل اللي عم بيتابعونا اليوم وخاصة الشباب من عمرك اللي بعد ما بيسحبوا يا نصيب؟ هلا أكيد بنشجعهم إنه يسحبوا يا نصيب لأنه هي بتجي فرصة يعني. وهلا أكيد حصير أسحب أكثر وأكثر يعني. نعم. بعد الربح. إلك زمان كنت بتسحب؟ يعني تقريبا ايه كل جمعه جمعتين بسحب ورقه. شي مره ردت حقها؟ ايه في كذا مره ربحانه. منيح، محظوظ يعني. وصلت لهالمرحله. الف مبروك لك مصطفى سميح حاج، ان شاء الله بتصرفهم بالهنا وبتحقق هيك طموحاتك واحلامك كشاب لبناني. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نبدا الليله بسحبنا لليناصيب الوطني اللبناني بالاصدار العادي 33، والبدايه رح تكون مع جوائز الغلافات يلي قيمتها 100,000 ليره لبنانيه. سحبين لهالجائزه على الدواليب الثلاثه، اما الجوائز عددها 20. اول سحب. كل غلاف بينتهي بالرقم 216 ربح 100,000 ليرة. سحب تاني. كل غلاف بينتهي بالرقم 653 ربح أيضا 100,000 ليرة لبنانية. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العادية، والبداية مع جائزة 5,000 ليرة. سحب واحد على دولاب واحد، والجوائز عددها 10,000.
كل ورقة بتنتهي بالرقم 6 ربحت 5000 ليرة. سحب جديد لجائزة إضافية قيمتها 10000 ليرة لبنانية. منشوف الرقم الرابح على دولابين، أما الجوائز عددها 1000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 32 ربحت 10000 ليرة. جائزة 20000 ليرة لبنانية رح نشوف الرقم الرابح لها بسحوبتنا 2 عدد دواليب 3 مع الصبايا، أما الجوائز عددها 200. أول سحب. كل ورقة بتنتهي بالرقم 872 ربحت 20000 ليرة. سحب تاني. كل ورقة بتنتهي بالرقم 307 ربحت 20000 ليرة. وصلنا لجائزة 30000 ليرة لبنانية، 3 سحوبات لهالجائزة على الدواليب الأربعة، أما الجوائز عددها 30. أول سحب معكم صبايا. كل ورقة بتنتهي بالرقم 2445 ربحت 30000 ليرة. سحب جديد. كل ورقة بتنتهي بالرقم 5138 ربحت أيضا 30000 ليرة. آخر سحب لهالجائزة. كل ورقة بتنتهي بالرقم 5675 ربحت جائزة 30000 ليرة. 40000 ليرة لبنانية بدي اعزبكم صبايا تقولنا بهيدا السحب على الدواليب الأربعة، والجوائز عددها 10. تفضلوا. كل ورقة بتنتهي بالرقم 3878 ربحت 40000 ليرة. وصلنا لجائزة 50000 ليرة لبنانية، طبعا هيدا السحب رح يكون على الدواليب الأربعة بثلاث سحوبات، والجوائز عددها 30. أول سحب. كل ورقة بتنتهي بالرقم 2675 ربحت 50000. سحب جديد. كل ورقة بتنتهي بالرقم 5746 ربحت جائزة 50000 ليرة. آخر سحب لجائزة 50000.
كل ورقة بتنتهي بالرقم 9633 ربحت 50,000 ليرة لبنانية. تابعين بسحوباتنا على الدواليب الأربعة، وإنما هلأ رح نشوف ثلاث سحوبات جديد لجائزة إضافية قيمتها 100,000 ليرة لبنانية، والجوائز عددها 30. أول سحب تفضل. كل ورقة بتنتهي بالرقم 9300 ربحت 100,000، سحب إضافي. كل ورقة بتنتهي بالرقم 3896 ربحت جائزة 100,000 ليرة. آخر سحب صبايا لجائزة 100,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 4046 ربحت 100,000 ليرة. متابعين بسحوباتنا لليوم الخميس 8 تشرين الأول 2020 بالإصدار العادي 33 مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان، وبإشراف مدير اليانصيب الأستاذ رضوان غانم يلي موجود معنا بالاستوديو تنتأكد من الأرقام يلي عم نشوفها على الدواليب إذا كانت أوراقها مباعة بالأسواق. شكرا لوجودك أستاذ. شكرا لك. وصلنا نحن وياكم لجائزة 500,000 ليرة لبنانية، أربع سحوبات لهالجائزة على الدواليب الخمسة، الجوائز عددها أربعة أما الطردية قيمتها 5,000، أول سحب. كل ورقة بتحمل الرقم 34514 ربحت 500,000 ليرة، سحب إضافي. كل ورقة بتحمل الرقم 12032 ربحت جائزة 500,000 ليرة، سحب ثلاث ما قبل الأخير لهالجائزة. كل ورقة بتحمل الرقم 30898 ربحت 500,000 ليرة، آخر سحب لجائزة 500,000، وبذكر طردية هالجائزة قيمتها 5,000 ليرة. كل ورقة بتحمل الرقم 89654 ربحت 500,000 ليرة لبنانية، جائزة المليون ليرة لبنانية. رح نشوف سوا سحوباتنا الثلاثة على الدواليب الخمسة مع الصبايا، والجوائز عددها ثلاثة أما طردية هالجائزة قيمتها 10,000 ليرة. أول سحب معكم صبايا. كل ورقة بتحمل الرقم 71217 بتربح مليون ليرة، سحب تاني.
كل ورقة بتحمل الرقم 37783، ربحت أيضا مليون ليرة. آخر سحب لجائزة المليون والترضية لهالجائزة بتذكر فيها قيمتها 10,000 ليرة لبنانية. كل ورقة بتحمل الرقم 55192، ربحت مليون ليرة. عم نقرب شوي شوي من الجائزة الكبرى الأسبوعية يلي قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية. إنما هلأ رح نشوف السحب لجائزة المليوني ليرة وترضية هالجائزة قيمتها 20,000. تفضلوا. الورقة اللي بتحمل الرقم 70,303 ربحت مليوني ليرة. الجائزة الأخيرة ضمن الجوائز العادية قيمتها 5 ملايين ليرة لبنانية. منشوف الرقم الرابح على الدواليب الخمسة مع الصبايا وترضية هالجائزة قيمتها 50,000. الورقة يلي بتحمل الرقم 91,385 ربحت 5 ملايين ليرة لبنانية. صار الوقت شوف أنا وياكم الرقم الرابح للجائزة الكبرى اللي قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية. معكم صبايا، ما رح طول عليكم، تفضل. أربعة وستين ألف وسبعمية وستة وخمسين. أربعة وستين ألف وسبعمية وستة وخمسين، هيدا هو الرقم يلي عطيتنا إياه الدواليب الخمسة. إذا كانت مبيعة هالورقة بالأسواق بتنربح الجائزة الكبرى يلي قيمتها 150 مليون ليرة من أول سحب. فإن شاء الله تكون مبيعة تما نضطر نعيد السحب وتنزل قيمة الجائزة للنص، أي لل 75 مليون ليرة لبنانية. الجواب عند الأستاذ رضوان غالي. هذه الورقة غير مباعة، أنا أعيد السحب للأسف. صبايا عيدوا لنا السحب، تفضل. تسعة عشر ألف ومية وثمانة وستين. تسعة عشر ألف ومية وثمانة وستين الرقم يلي عم نشوفه على الشاشة وعلى الدواليب. طبعا الجواب مع الأستاذ رضوان غانم تنتأكد إذا كانت مباعة هالورقة. الأستاذ رضوان غانم بيشوف على صحبتنا أسبوعيا وهو مدير اليانصيب الوطني اللبناني. أيضا هاي الورقة غير مباعة. يلا منبلش نعد سحب تاني للمرة التانية للجائزة اللي صار قيمتها 75 مليون ليرة. تفضلوا صبايا. اثنين وثمانين ألف و396. 82,396 يلي ساحب هالورقة ببيته عرف حاله أنه ربحان. إن شاء الله على كل حال تكون مباعة. الجداول موجودة بين إيدين الأستاذ رضوان غانم عم بشيك عليها. كمان هيدي غير مباعة. يلا صبايا تفضلوا كمان مرة. you
78,299. مثل ما عم بتشوفوا على الشاشة 78,299، والجائزة قيمتها 75 مليون ليرة من بعد ما اضطرينا انه نعيد السحب للجائزة الكبرى يلي قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية. منقول الله ولا كيف؟ هل مبروكة الجائزة ولا رح نعيد السحب ونضطر نرجع نعيده كمان مرة؟ أنا وياكم عم شيك مع الأستاذ رضوان غانم، وهل مبروك سوا عم نشوف. بدنا نقول مبروك لحامل الورقة رقم 78,299 بيربح 75 مليون ليرة، مبروك. ألف مبروك للي ربح معنا الليلة نصف الجائزة الكبرى الأسبوعية، طبعاً لو 75 مليون ليرة حلوين بهيك ظرف ممكن يساعدونا مثل ما بيقولوا يكفوا معنا لآخر الشهر أو حتى يمكن لشهرين لقدام، لأنه للأسف قيمة الليرة اللبنانية هلا ما إلها قيمة. رح ارجع عيد عليكم سحب اليانصيب الوطني اللبناني لليوم الخميس 8 تشرين الأول 2020 بالإصدار العادي 33، والبداية رح تكون مع جوائز الغلافات اللي قيمتها 100,000 ليرة. بتروح الجائزة لكل غلاف بينتهي بالرقم 216 و653. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العادية، والبداية مع جائزة 5,000 ليرة بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 6. جائزة 10,000 بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 32. 20,000 ليرة بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 872 و307. جائزة 30,000 بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 2445، 5,138 و5,675. جائزة 40,000 مبروكة لكل ورقة بتنتهي بالرقم 3,878. 50,000 ليرة هي من نصيب كل ورقة بتنتهي بالرقم 2,675، 5,746 و9,633. 100,000 ليرة بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 9,300، 3,896 و4,046. نوصل لجائزة 500,000 مبروك الليلة لكل ورقة بتحمل الرقم 34,514، 12,032، 30,898 و89,654. جائزة المليون ليرة مبروك الليلة لكل ورقة بتحمل الرقم 71,217، 37,783 و55,192. مليوني ليرة بتروح للورقة يلي بتحمل الرقم 70,303. أما جائزة 5 ملايين ليرة بتروح للورقة يلي بتحمل الرقم 91,385. والجائزة الكبرى الأسبوعية يلي قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية من بعد ما قمنا بسحبنا على الدواليب الخمسة وأشارت للرقم 64,756 وكانت الورقة غير مبيعة، تلقائياً قيمة الجائزة بتنزل للنص أي لل 75 مليون ليرة لبنانية. ومبروكة هالجائزة للورقة يلي بتحمل الرقم 78,299، وترضية هالجائزة بتكون قيمتها 750 ألف ليرة لبنانية. مبروك كبير لكل اللي ربحوا معنا واللي ما حلفهم الحظ هالأسبوع، مش الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده يعني ب 22 تشرين الأول 2020 في سحب جديد ناطركم وجائزة كبرى قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية بانتظار واحد منكم. بدي أشكر وجودك معنا أستاذ رضوان غانم مدير يانصيب الوطن اللبناني يلي عم تشرف على سحوباتنا أسبوعيا، شكرا لوجودك. شكرا لك. إن شاء الله ربحت شيء الليلة. لا ما ربحت مثل كل اسبوع ابدا. يا بيربح صاحب النصيب، نحن بدارنا منبارك لكل اللي ربحوا معنا. ليش نحن ما بنستاهلون انه يكون في اقبال على شراء اوراق اليانصيب، لانه فرصه حقيقيه للربح. على كل حال نحن كمان بنستاهل نكون اصحاب النصيب، وانت يعني خير ان شاء الله. رضوان، بدي اشكر وجودكم معنا صبايا من بيت اليتيم الدرزي بعبي يلي عم بترفقونا اسبوعيا على الدواليب. موعد جديد بنعطيكم اياه اذا الله راد بعد اسبوعين ب 22 تشرين الاول. من هلا لوقتها ضلوا بخير وبوم ويك اند.